بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. اهلا بكم في لقاء جديد من اسرتي ايقونه في الكنيسه، وتساؤلات حول المفهوم المسيحي للجنس في حياتنا كمؤمنين وكاولاد الله. وفي سؤال الحقيقه بيتكرر كتير خاصه عند الشباب، وهو ما هو مصير الجنس لو لم تكن خطية آدم وحواء؟ ربنا خلق الإنسان وزي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده ووضع فيه هذه الغريزة، وضعها بصورة مقدسة. طب لو احنا دلوقتي بنعرف مصير الجنس بعد السقوط، لكن لو كانش سقط الإنسان، هو سؤال افتراضي ولكن بيسأله خاصة الشباب اللي بيبدأوا يفهموا المفاهيم المسيحية للجنس في حياتنا. طب لو ما كانش الإنسان سقط كان هيحصل إيه؟ الحقيقة آباء الكنيسة اللي شرحون الكتاب المقدس شاوروا فكرنا إلى نقطة مهمة جدا جدا، هو أن الإنسان الذي خلق على صورة الله في حالة البهاء والمجد بيعكس مجد الله. وكان يعني لما نعرف الكتاب المقدس صح الأول والثاني والثالث أيضا، نجد أن المعنى اللي قال ربنا اثمره واكسره قبل السقوط، هذا الوعد الذي أعطاه الإنسان الله للإنسان الأول قبل السقوط، ده معناه أن كانت هذه إرادة الله. ومعناه أيضا أن نفهم منه ضمنيا أن الغريزة الجنسية كانت عاملة في الإنسان قبل السقوط، وربنا وضع آدم وحواء في جنة عدن كمرحلة انتقالية ومرحلة كمان اختبارية، لأن الله خلق الإنسان على صورته وكمثاله في الحرية. الله أعد ملك أبدي للإنسان من قبل أن يخلق الكون كله. ولو كان الإنسان أطاع وحفظ وصية ربنا، كان قصد ربنا في الكيان الإنساني هيتحقق، وهو أن الكيان الإنساني يزداد في البهاء والاقتراب من الله، يزداد في النعمة، ويزداد في النمو الروحي وفي المجد الأزلي اللي ربنا بيعكس صورته في الإنسان. وكانت هتزداد المحبة بين الكيان الإنساني المذكر والكيان الإنساني المؤنث، وحتى لو في علاقة جسدية كانت هتبقى كنوع من الكيان الإنساني الواحد بدون شهوة جنسية اللي احنا بنعرفها دلوقتي. ويزداد الإنسان نموا وتتحقق في الصورة اللي هي إن المحبة بين الذكر والأنثى ومحبتهم لله كأنها بتعكس الثالوث القدوس في الكيان الإنساني الأول. لو لم يخطئ الإنسان الأول ممكن يكون مؤهل أن يأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد، وثمرة شجرة الحياة ترمز إلى القدرة الإلهية اللي ربنا أعطاها للإنسان، الذي كان ممكن الإنسان أنه يتجاوز كثافة الجسد اللي احنا عايشين فيه ده الأرضي وينمو في النعمة إلى أن يصير على شبه الله بالكمال. لو لم يخطئ الإنسان آدم وحواء كان ممكن أن يثمر ويستخدم الميل الجنسي ما بين الذكر والأنثى بطريقة نقية طاهرة، لأن بنشوف سفر التكوين 2 أنهم كان كلاهما عريانان وهما لا يخجلان. وهنا إشارة إلى أن حتى الأعضاء التناسلية اللي كانت فيهم لم تكن سبب أو مدعاة للخجل أو للإحساس بالاختلاف، لكن الإحساس بأننا إحنا الاثنين منشغلين بمحبة بعضنا ببعض، ونحن الأسنان ننمو في المحبة في علاقتنا بالله وفي البهاء الإلهي المنعكس في الإنسان. وكان الجانب الجسدي سيختفي إلى أن الكيان الروحي فيهم يبقى زي الجسد القيامة اللي احنا بنتمتع بأننا ممكن ناخد هذه الخاصية التي أعطاها الله لنا بعد قيامة السيد المسيح من خلال جسد القيامة. إذن لو لم يخطئ الإنسان الأول لكانت الغريزة الجنسية والميل الجسدي بين الاثنين كان هيكون موجود، وكان هيبقى ممكن يكون فيه تكاثر لكن بصورة روحية كاملة وبرغبة روحية كاملة بهدف النمو في معرفة الله وفي عكس بهاء الله في حياة الإنسان.
سؤال افتراضي لكن نفهم إجابته من الكتاب المقدس من خلال دراستنا لخلقة الإنسان الأول. وفي حلقة تاني ناخد عنصر تاني وتساؤل تاني بيدور في أذهاننا، ولله المجد دائما أبديا آمين.